الاتحاد من أجل تونس دائرة نابل واحد. الاتحاد من أجل تونس هو ائتلاف حزبي متكون من حزب المسار وحزب العمل ومستقلين وبعض من النداء اللي أرادوا أن يتشبثوا بالاتحاد من أجل تونس. الاتحاد من أجل تونس أسهم إسهام فعال كما تعرفوا في إنجاح المرحلة الانتقالية بإجبار حكومة الإفلاس وحكومة الفشل على الخروج من الحكم، وبالإسهام الفعال في وضع النسخة الأخيرة من الدستور اللي يشرف تونس ويشرف التوانسة. علامة الاتحاد من أجل تونس هي الفانوس المضيء المنير، هي الأنبوبة اللي تنور العقول وتنور الطريق أمامنا وأمام أبنائنا وتزيل الظلمة وتزيل الغمة على تونس وعلى أبناء تونس وعلى مستقبل تونس، وترسخ الطمأنينة في قلوب الناس، والطمأنينة هي الشرط الأساسي للعمل والإنتاج. قائمة الاتحاد من أجل تونس اللي نتشرف أنا الأستاذ الدكتور خالد ميلاد برئاستها، هذه القائمة تتميز بالعلم والعمل والكفاءة والأخلاق العالية والقدرة على حسن الإصغاء لأهلها ومعالجة مشاكل الجهة في جميع المستويات. هذه القائمة تتميز بقدرتها على إنجاح العمل، هي ناجحة في أعمالها وما تكون إلا قادرة على إنجاح الأعمال في جميع جهات دائرة نابل واحد. يا أبناء نابل، يا أبناء دار شعبان الفهري ودار شعبان، يا أهالي بني خيار وأهالي الميدة وتزركة وقربة وبني عيشون ولثلاث ولزهار ومنزل تميم ومنزل حر والميدة وحمام الغزاز وقليبيا وصاحب جبل وقربة، ندعوكم جميعا إلى التصويت ووضع الثقة في الاتحاد من أجل تونس، لأنها فرصة إنقاذ تونس مما وقعت فيه خلال السنوات الثلاث.